أنا عمري ما هبطل أوصل بيتزا. أنا لازم أوصل البيتزا في الميعاد. أوه لا، أي حاجة غير ده. الموتوسيكل مش راضي يشتغل. ماري أختي اركبي، أنا هوصلك. كلير في الوقت المناسب. ها؟ مفيش بيتزا جوه العربية، ادخلي شنطة العربية. طيب استني كلير، خدي بالك أكتر. ياهو، احنا ملوك الطريق. أتمنى نوصل بسلام. إيه العلامة اللي هناك دي؟ اختصار، إحنا لازم ناخد الطريق ده. أوكي. أوبس. ها؟ هو إحنا ليه مش بنتحرك؟ العربية مش راضية تشتغل. إيه المشكلة؟ مش عارفة، مش راضية تمشي بس كده. يمكن المفروض نمسح النور؟ طب لو زقيناها؟ لا، في فكرة. بصي معايا ايه؟ تعالي خدي الفلوس. يلا تعاليلي. كلير، العربية مش راضية تتحرك. What? البنزين بتاعك خلص. مش مشكلة كبيرة، اتفضلي. دلوقتي بقى مليان. اوه كلير، ايوه في شبكة. الو النجدة؟ او لا، رصيدي خلص. توقيت سيء. كلير انتي بتعملي ايه؟ احنا محتاجين نكلم النجدة. ها؟ اوه لا، البطارية خلصت. انتي ليه متوترة كده؟ انا جعانة. كويس ان احنا معانا بيتزا. شيلي ايدك، في حد تاني طالبها وانا هوصلها. الجو ابتدى يبرد هنا، احنا محتاجين نقضي الليلة هنا. يلا نتخلص من المهملات دي. ماري ساعديني، او ممكن اخليكي انتي اللي تنظفي. دي بتاعتك. انا هنام هنا. لا، اللمبة هتتحط هنا. يبقى هنا. لا، ده علشان الترابيزة. ايه رايك لو تلمي برا؟ طيب انا هبني لنفسي مكان انام فيه. زي ده. هي واو، انا كمان عايزه خيمه، لكن انا فشلت جدا. بتعيطي ليه؟ الخيمه بتاعتك وقعت. اوبس، بتاعتي انا كمان ما سبتتش. ما تزعليش نفسك. عايزه شويه بيتزا؟ لا، انا عندي فكره احسن. انا عايزه اوضه سريه بدورين في العربيه البيك اب. واو، شكلها خطه كويسه. يلا نبتدي البناء. الهيكل بقى جاهز. انا فوق وانا تحت. واو، طلع هايل. ظهري مش عارفة أنام هنا. عندي فكرة، أنا هحط مرتبة وغطا ناعم. دلوقتي بقى رائع. مم. مم.
وأنا هستخدم عشب ناعم بدل المرتبة. ده مثالي وصديق للبيئة. مش مشكلة، أنا هزين الأرض. القماش ده هينفع. الذهبي هو المفضل عندي. واو، أنا كمان عندي فكرة. أنا هبني خيمة من البامبو. ومظلة عشان تحميني من الشمس والرياح. اتفضلي، ده ليا أنا؟ واو، شكراً يا أختي. فلوس مقابل البيتزا. لا، مستحيل، أنا هوصل الطلب ده مهما كان. أنتي وحشة قوي. إيه فايدة الفلوس لو مش عارفة أشتري حتى بيتزا؟ أنا عارفة، هستخدمهم لتزيين الأوضة السرية بتاعتي. الخيط من الفلوس شكله شيك جدا. يلا نضيف زينة أكتر صديقة للبيئة. هيكون شكلها أفضل بكتير بالذهب. واو، كل ما الذهب زاد كل ما بقى أحسن. خليكي متواضعة، ده الشعار بتاعي. التصميم بتاعي هيكون صديق للبيئة. أضيف إيه تاني؟ ورد فريش. اشتري ورد. أوه، هو ده. أنا هاخد بوكيه. الحساب هيكون 5 دولار، لكن أنا مش معايا فلوس. اتفضلي، دلوقتي ممكن تدفعي. أنا هاخد 3. اختاري. 1، 2، 3. استني ثانية، التلات بوكيهات ورد كانوا بكام؟ يا شباب، المفروض أديها باقي؟ قولولنا في التعليقات. الريحة هايلة. الورد بيخليها مريحة أكتر. الحجر ده جميل جدا. أنا فكرت في حاجة، هخليهم كمان ألطف. في ألوان بتحول الحجر لصبار. واو، أنا كمان محتاجاهم. لكن أنا هحول الحجر لحامل للشمع. الأسود والذهبي موضة جدا. إيه اللي في الشنطة دي؟ بكر خيط. هنلف الخيط بالطريقة دي ونربطه من النص، وبعدين هنقص الأطراف ونعمل بوم بومز. هعلقهم في خيط. دول هيكونوا كفاية عشان يخلوا المكان بتاعي شكله جميل. أنا بفضل الزينة الفاخرة. الزينة الذهبي مناسبة جدا. أنا هعمل قاعدة جنب الخيمة في مكان للصبار والورد. وقت حفلة الشاي. أنا لقيت طقم الشاي القديم بتاعنا. ميري، تعالي هنا، أنا جاية. لبن من غير سكر زي ما بتحبي. الصباع الصغير لفوق. أنتي نسيتي تاني. إيه ده؟ أنتي بتستخدمي جيركن بنزين كترابيزة؟
كلير. العربية دارت. احنا هنمشي. هاي. ليه التأخير؟ أخيراً. البيتزا بتاعتك. أسف على التأخير. إحنا تهنا وبعدين البنزين خلص. واو، عربية بيك أب رائعة. أحب أشتري الفكرة دي. قولي لي على السعر. أوه، مستحيل. خلي فلوسك. كلير، إحنا هنمشي. باي.